بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم طلابي وطالباتي عبر قنوات عين. Hello my students how are you today? All good. Great نبدأ الدرس لهذا اليوم. المرحلة هي المرحلة التأهيلية لصفوف التربية الفكرية الصف الأول التأهيلي، الفصل الدراسي الثاني. المادة لغة إنجليزية وموضوع الدرس إثراءات بمعنى أننا سنقوم بمراجعة الدروس التي تناولناها خلال هذا الفصل بإذن الله معكم إلهام الهويش. Online class rules قوانين التعلم الإلكتروني Our class rules is قوانين الصف هي looking eyes ننظر جيدا إلى الدرس listening ears آذاننا تصغي وتستمع إلى ما يقال. quiet mouth نلتزم الهدوء حتى نستطيع التركيز والانتباه في هذا الدرس helping hands نرفع أيدينا لطلب المساعدة ونقدم يد المساعدة لأصدقائنا عند الحاجة Lesson one is greeting الدرس الأول الذي تناولناه خلال هذا الفصل كان بعنوان greeting من يتذكر ماذا تعني كلمة greeting greeting hi Bye. Hello. Goodbye. Good morning. Nice to meet you. Nice to meet you too. ما هي هذه العبارات؟ عبارات التحية. Great job. أحسنتم يا طلابي. نفتح الكتب على التمرين الرابع. Rearrange. نعيد ترتيب ال عبارة أو نعيد ترتيب هذه الكلمات حتى تشكل عبارة تحية مناسبة، نشاهد الكلمات Nice you to meet ما هي هذه العبارة؟ هل هي good morning No هل هي hello No هل هي nice to meet you Yes it's nice to meet you ما هي الكلمة الأولى؟ Nice Nabukto Kalimat Nice Nice to meet you. Great job. Nice to meet you. عندما اقول لكم يا طلابي نايس تو ميت يو كيف نجيب على هذه التحيه مي تو اكسلنت نكتب هنا مي مي تو جريد جوب بهذه الطريقه نعيد ترتيب العباره نايس تو ميت يو مي تو هل انتهينا من هذا النشاط؟ Great job، الدرس الثاني بعنوان Numbers الأرقام، من يتذكر الأرقام التي تناولناها؟ هذا الفصل، تناولنا الأرقام حتى Number 20، نفتح الكتب على التمرين الثاني Practice Number 2 Choose and match، نختار و نصل أحسنتم نصل المجموعات بالأرقام الصحيحة والمناسبة. نبدأ بالعد: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 16, 17, 18, and 9. 19. Where is number 19? Excellent. رائعين يا طلابي. نصل الرقم ب المجموعة المناسبة. نقوم بعد المجموعة الثانية: 1, 2, 3, 4. Five, six, seven, eight, nine, ten. ما هو العدد الذي number ten? Eleven. أحسنتم. <inaudible> Twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen. أحسنتم. <inaudible> Where is number eighteen? Excellent. This is number. نصل بهذه الطريقة. هل انتهينا من هذا النشاط؟ أحسنتم. Practice number three: letters. الدرس الثالث بعنوان letters. ماذا تعني كلمة letters؟ A B C D E F G h ما هي هذه الاحرف احسنتم اذا كلمه letters تعني احرف great job تناولنا في هذا الفصل letter p great job قمنا بنطق الحرف بشكل صحيح نشعر بالهواء يخرج من الفم p excellent رائعين نفتح الكتب على التمرين الثالث Practice number three: Trace and say. Trace تعني نكتب على ماذا؟ على النقط أحسنتم لنكتب على النقط letter P. This is capital letter P and small letter P. نكتب الكلمات التي تبدأ ب letter P مثل Pizza. P I Great job نكتب على النقط only tracing. Pizza الكلمة الثانية Panda Panda great job الكلمة الأخيرة Pear ماذا تعني pear؟ تعني كمثرة Pear أحسنتم سبق وأن قمنا بكتابة هذا النشاط لكن استعرضناه للمراجعة Lesson 4 is jobs الدرس الرابع بعنوان jobs ماذا تعني كلمة job My job is a teacher My job is a teacher أنا معلمة إذا كلمة job ماذا تعني؟ مهنة أو عمل. سبق وأن تناولنا مهنتين في هذا الفصل. Who is this? Who is this? This is a policeman. Great job. And who is this? سبق وأن تناولنا هذه المهنة. وهو الشخص الذي يقود الطائرة. He is a Pilot، great job. Pilot، excellent. رائعين يا طلابي. نفتح الكتب على التمرين الثاني. Practice number two: match and say. ماذا تعني كلمة match؟ نصل. ماذا تعني كلمة say؟ نقول نصل ونقول Who is this policeman؟ ماذا يقود رجل الشرطة؟ هل يقود الطائرة أم سيارة الشرطة؟ excellent، نصل بهذه الطريقة. المهنة الثانية pilot ماذا تعني؟ Captain الطائرة، إذا يقود الطائرة، نصل بهذه الطريقة. lesson five is kitchen. الدرس الخامس بعنوان kitchen، من يتذكر ماذا تعني كلمة kitchen؟ Kitchen. تناولنا هذا الدرس الأسبوع الماضي. Excellent kitchen. تعني المطبخ. So circle the kitchen. نضع دائرة على المطبخ. Where is the kitchen? Great job. أحسنتم يا طلابي. Excellent. هل انتهينا من هذا النشاط؟ رائعين. Recommendations أو التوصيات. do your homework نحل الواجب المنزلي ما هو الواجب المنزلي نراجع جميع الانشطه وجميع التمارين الموجوده في الفصل الدراسي الثاني حتى نتمكن من الفهم الكامل للدروس ومعرفه ما اذا كان هناك سؤال نحتاج طرحه على المعلم او المعلمه practice نتدرب كيف نتدرب على درس المراجعه او الاثراءات نستخدم التحية بطريقة صحيحة nice to meet you أيضا الأعداد أو الأرقام حتى number 20 من ناحية العد وأيضا كتابة الأرقام وعلى الأحرف تناولنا الأحرف حتى letter P يجب أن نتذكر شكل letter P والكلمات التي تبدأ ب letter P وماذا أيضا jobs المهن نتدرب على نطق أسماء المهن بطريقة صحيحة مان pilot أيضا نحاول تذكر شكل هذه الكلمات كلمة policeman وكلمة pilot وأيضا كلمة kitchen excellent listen to an English language ننسى الاستماع إلى اللغة الإنجليزية درس اليوم كان إثراءات ومراجعة لجميع ما تناولناه خلال هذا الفصل شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته